النفط لا يتوزع على المجتمع، ليست كما في الدول الصناعية أو الدول الزراعية أو الدول الخدمية، دولة تعتمد على السياحة، فالموارد بطبيعتها تمشي إلى كافة شرائح المجتمع. الدول النفطية لا، الدول النفطية كل الموارد تصل في يد الدولة، وعلى الدولة إذا كانت حكيمة أن تنشئ المشاريع لكي يتوزع هذا الدخل على كافة شرائح ويصل كافة شرائح المجتمع ويصل إلى كل مواطن. إذا النفط قد يكون سلاح جيد للتنمية، لو قدري، لو أن الله أعطانا حكومة تستطيع أن تحول هذه الموارد إلى مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن